مرحبا بمايكست، بتطل عليكم بحلقة جديدة لليوم، واليوم ضيفتنا دكتور ريما بجاني تحكي أكثر عن عيد الحب أو سان فالنتان. وين راح العيد كله سوا؟ عم بروح على الأشياء عن جد الجوهرية، ولا مثل ما عم نشوف بالدعايات وبالسهرات وبالفيترينات اللي طاغف والدب الأحمر والكادويات اللي يعني أنت بارانتيز ما كتير إلى قيمة. أهلا وسهلا فيك ريما. أهلا فيك رنا. خلينا نحكي شوي عن عيد الحب يلي صار تجاري بحت، إذا فينا نقول. ما بقى منشوف فيترين هلا الا مع احمر ودبدوب وقلب، واكيد كل عمر يمكن احنا كمان مرقنا بفتره مهدي دب احمر او يهدونا وهيك، بس انه قد ايه هالعيد رايح على يصير تجاري اكثر من انه يكون جوهري. صحيح رنا، اليوم نحن اذا بدك انطلاقه، نحن اليوم عم نحكي عن العلاقه بين الزوجين او اذا بدك الخطاب او المصاحبين. سو نحن اليوم هدفنا هيدي الفيديو كوب اللي نحن بنسميها، يلي بمحل معين بيجي سان فالنتان ببلش يعمل لهم مشاكل او بيبقى كثير اخذ حيز كبير. اليوم بدنا نشوف شو العوامل النفسيه اللي يمكن بخلون هالقد يفوتوا بهيدي الامور، ان كانت تجاريه بس بروباغندا واخبار، وقديش هي العمق الموجود انه هالعلاقه الزوجيه او علاقه الحب قديش هي مزبوط ثابته. اليوم نحن في دفاع بتعمل مشكلة لجوزها اذا جاب لها كادو على الفالنتان. صح، لهون فينا نوصل. اكيد نحن اليوم مثل ما قلت رنا، يمكن الادوليسان بيعيشوها بهالطريقه، يمكن شوي المصاحبين الخطاب على ريغور لانه بعضهم بيكونوا عايشين هيدي حاله الحب اللي فيها نحكي عنها هلا. انا اليوم هدفي المتزوج، يعني هالناس المزوجين حلو يعبروا عن حبهم، بس وقتها تروح الامور مثل ما قلت لهالمنحه بس السطح المادي ومننسى الأمور الأساسية وليش بتاخد هالقد حيز عندهم وشو أسبابها. نحن اليوم في ناس عايشة على المظاهر وهذا عطول منقولها، واليوم بدك تلاقي شو الأسباب. طب انتبهي رنا، بالزمانات كان الفالنتان بس ما كان هالقد، يمكن إذا بترجع 10 سنين لورا أو 15 سنة صار كتير، هي حالة اجتماعية صارت هالقد بقوة عم تطغى. لأنه نحن اليوم صار في عنا أول شيء السوشيال ميديا. إذا بتنتبه السوشيال ميديا بلشت بال 2004 إذا مش غلطان، يعني عنا بين المزح والجد صار عنا 15 سنة الفيسبوك مبلش، وبلشوا هالناس يعرضوا حياتهم. كمان هون في عندك نوع من الناس يلي بيشوف غيره وبده يقلده، بلشي من هون إنه رفيقتي جوزها جبلة عملها أخذها عملها الكادو لفلها السيارة بالريبان جبلها الخاتم يلي كتير غالي، كسايين كتير عم يتاخدوا بهيدي الإيماج المحطوطة اللي هي منها هالإيماج المضبوطة. هون إذا بدك تبلش تشتغلي على نفسية الإنسان وين صرنا بهذا المجتمع، إذا ما فوت شوي علوم اجتماعية سوسيولوجي، صار الإنسان أكتر وأكتر عم بيكون في فراغ بقلبه من جواته، عم بيبرم على معنى السعادة الغلط الفيك المزيف وعم بيقلد غيره. من الأشياء شوف انت رنا صورة بتلاقي الناس كتير مبسوطين وعم تاخد الكادو، بس ما بتعرف هي كيف حياتها الشخصية، شو في تحت هيدا الصورة وشو في وراها لهيدي الصورة. صحيح، واذا مبسوطين عن جد او لا. اكزاكتلي. سو هون الناس بيروحوا بقلدون وما بينبسطوا. اول شيء ما بنعرف اذا مزبوط هيدا مصدر سعادة او لا، اثنين لانه مش نحن اللي بدنا اياه. فاذا نحن اليوم الفالنتان بحد ذاته كيف عم ياخد هيدا المنحة؟ لانه نحن اليوم صرنا عم نبرم على اسباب نكون فيها مبسوطين وما عم نكون مبسوطين. اذا بدك ناخذها بهيدي الطريقه، اليوم الاشخاص عم بيضلوا يبرموا على الشيء اكثر بالطريقه الغلط. نحن اليوم مش ضد الطموح، نحن اليوم مش ضد ان الانسان يتطور يضبط علاقته يضل عايش مبسوط بالعلاقه الزوجيه. هون اذا بدك نفوت شوي بالعلاقه الزوجيه وكيف الروتين بيقتل وكيف بيبقوا مناطرين، يمكن بس ايفنتات بتعرفي بيبقوا ناطرين راس السنه فالنتان عيدون او عيدا تيعملوا، يمكن لانه كل حياتهم الباقي بتكون بمونوتونية. شيك انا بقلنون نو، خلوا حياتكم فيها عطول بهار، بهار انا احلى من الملح، بيعطي طعمة طيبة، نكهة طيبة، ولا خلوا عطول في بهار، ما تعيشوا بهذه المونوتونية، انت ما تصيروا عم بتبرموا على الاشياء المزيفة. اثنين، ما تنطروا الاشياء اللي بدها تعبي لكم فراغ، اشتغلوا على حالكم من جوا، شو الاشياء اللي انتم اللي بدكم اياها. هون الشغل رنا تنقدر نظبط. صراحة نحن اليوم بمجتمعاتنا عم نروح كتير للأمور إذا بدك هيك show off،
اذا فينا نعتبرها. وبرجع بقول لك ساعدت السوشيال ميديا، لان احنا انا بقدر السوشيال ميديا وبحبها، لانه انا في حط عليها ارتكلات، حط عليها فيديوز بتطور الانسان، بمرق صور يمكن لعائلتي، بس بنفس الوقت كنت عم بشتغل على اشياء للانسان، يكون بقرا اشياء بالتمرين فكريا اكزاكتلي كوتس اكسترا. اليوم فينا كل شغله نستفيد منها بطريقه صحيحه، ساعتها ما بقى بتاخد بامور هيك مظاهر ما لها طعمه. صح 100% ريما. وللأسف اليوم الناس ما بعرف ليش ما بقى عندها قناعة بحياتها. يعني هالشاب أو هالصبية اللي نقيتوا بعدكم يمكن كنتوا عم تقولوا أنا على الخبزة والزيتونة بعيش معه، بس وقتها إجا وقت الخبز والزيتونة يمكن خاصة بهالظرف الاقتصادي اللي عم نمرق فيه البلد، يلي هو بعتقد أسوأ مرحلة عم نقطع فيها كلنا سواء اقتصاديا، ما بقى على التطبيق صار هي، يعني ما بقى بيته هين على التطبيق. كنا نحكي شعر انه على الخبز والزيتونة، انفوا وصلنا لهالمرحلة صرنا ما بقى ارضى لانه ريما جابت سيارة جديدة او جاب لها سيارة جديدة او تليفون جديد او سافرت انا ما بسافر، وكانه بتستعمل يعني ريما تتهت جوزة او رنا تتقول له انت ما عملت لك هيداك شو عم يعمل زوالة. وبتنسى وضعه المادي اللي هي بتكون عرفته من الاساس. هون رنا بنضوي على شيء كتير مهم، انه نحن اليوم شو يعني الزواج، وانت انتبهت اليوم انا اليوم هون عم شدد لانه هون المشاكل عم بتصير. اليوم شو يعني زواج؟ ما بعرف قد ايه الكابلز اللي عم يتجوزوا هالايام عارفين ليه عم يتجوزوا. صح، مشان هيك انا اليوم عم باخذ هذا الموضوع بمنحة تانية تقلك قد ايش الوضع خطر، خطر جدا. صح، عم نتجوز حتى اوقات عم نتجوز كرمال المظاهر، ليكي لاي درجه صرنا بمحلات معينه ما عندنا هيدا التسقيف، ما عندنا الكلتور، مش عارفين حالنا شو بدنا، ما عندنا الهدف انه نعمل عيله، مش عارفين حالنا شو بدنا اكزاكتلي. عايشين على القشور يعني، ايه مثل ما قلتي، وخاصه اللي بتساعد هي ليش برجع بقول السوشيال ميديا غير الناس شو بتنزل، في عندك الدعايات على طول، عندك هالدعايات للاشياء، للفساتين، للساكيت، للبيجو، للاشياء، للسيارات، للسفرات، لسهره فالنتين، لسهره فالنتين اللي بلشت، ما بعرف انا تفاجأت السنه حتى بلش كثير بكير عم بيحطوا دعايات لسهره فالنتين بوقت انه خلص صارت مثل مانيبيولاسيون، صارت بتلاعبوا بعقول الناس. بس مين اي ناس؟ الناس هن حاضرين لهذا التلاعب. فوالا، مشان هيك انا برجع لك للاساس، نحن اليوم قد ايه ثابتين مع حالنا؟ نحن على طول بنقول بنكون مرتاحين مع حالنا، يعني اول شيء انا شو بدي. وبرجع بقول لك ليه بركز على كلمه الهابينس، شو الاشياء بتفرحني. اليوم صرنا مع نحن الناس مش مبسوطين، بتلاقي في كتير ناس مش مبسوطين. وفي ممثل انا كتير بحبه نسيت اسمه هلا، حاطط كوت من يومين ثلاثه وحطيتها عندي، قال صرنا بننطر السوشيال ميديا تنقلد بعضنا، مشان هيك عم لاقي في كتير ناس عاملين ديبرسيون. وهيدي الكلمه الصحيحه. صح، عن جد، وكتير حبيتها الجمله اللي كتبها، لانه مزبوط صرنا بننطر نقلد بعضنا، بس نحن مش عارفين مش عارفين نحن مش عارفين اذا انا عن جد بدي اقلد بدي ريما ولا لا. اكزاكتلي، فوالا، مشان هيك عم بتلاقي الامور رايحه للفلاتين المعنوي اذا بدك. سو مش ثابتين بزوجتنا، ما عم نعرف، صايرين عم نتخبى مثل ما قلت انه اذا بتقبل بالمينيموم، صايرين الناس ان كان الرجل او المراه انه يمكن لازم نتجوز، لازم نعمل عرس، لازم ما بعرف، وبينسوا الامور الاساسيه. واذا في اشي عم بتضايقهم او هن مش ما بتعنيلهم بخبوها وبعدين بفجروها بعد المغياج، وهذا عم تحكي عنه رنا، بصيروا يبينوا الامور، وهون بتوقع المشاكل ومنفوت بطلاق، وعم نفوت كتير بطلاق اوقات على امور سوبر باخه رنا، وبتلاقي انه كيف وين صرنا هون، لانه هود الناس مش عارفين حالهم شو بدهم. صح، وللأسف اليوم المحكمة الروحية عندها قضايا بالمئات والألاف. صحيح، وما يعني ما عندك هالكيسز يعني اللي بيبقوا عن جد هالقد كمستعصي تيروحوا على الطلاق. صحيح، اليوم إذا ما جاب السيارة اللي بدي إياها يمكن روح طلقوا، اليوم إذا ما سفرني 4-5 سفرات بالسنة يمكن روح طلقوا، كأنه أنا عم قارن ستيل دافي تبعي بحيال حدا تاني. exactly. مشهور public figure، وبننسى أنه أنا مين وهي مين وكل حدا. صحيح، مين، وبننسى هالعهد يلي عملناه وقت تجوزنا وقت قلنا نعم هالمقدسه. عن جد الناس اليوم صايره من هي بالكشور للاسف، مش كلهم، بعض مش الناس أكيد. الناس يلي مرتاحه مع حالها قادره تسهر، قادره كل يوم تعمل فلاوتها، قادره كل يوم تحب وتعبر عن حبها بطرق مختلفه وبابسط الامور وبابسط الكادويات. صحيح، شو بتنطر الست على فلاوتها برايك؟
هون اكيد غير انه الرينج مصفوف صحيح ومع الدياما ايتو فوالا في تبقى ناطره يعني تبقى الاكسبكتيشن تمام صحيح مدام رؤي مدام فوالا جد هاي اكسبكتيشن انه هلا جاي فالنتاين هلا بدي اعبر لي عن كل حبه بهذا النهار هي صراحه ما لازم تقبله بس بهذا النهار يعبر لي عن حبه صح انا اليوم بدي اجي اختي كرانا على منحه ثاني انا اليوم حلو فالنتاين احنا ما بدنا كمان كتير نكسر بعدها حلو فالنتاين حلو نروح نتعشى نروح نسهر بدك بس نحن اليوم اذا مش كل يوم عم نسهر او يمكن بالجمعه مره على ايدي صرنا عم نسهر ما ضروري ننطر هيدا النهار يعني يمكن تتذكر تحكينا عن كمان النوفالان انه قبل كان ينطر يمكن سهرة النوفالان هلا صارين يوم اي يوم لا نسهر سو بطلت بحد ذاتها مشان هيك صارت مش انه انا بحاجه اسهر يعني بمعنى انه بحاجه غير جو واظهر او بحاجه لهالكادو او بحاجه لهالشغله هي اكثر صارت مثل انه واجب واجب انه انا تحس انه انا بقيمتي او هو مزبوط بحبني او بيقدرني لازم يعمل بس نحن بننسى انه بالحياة اليومية وقت يروح على شغله ويشتغل ويربي عائلته ويكون حدا عم يعرف يحكيها ويقدرها هيدي هي تعبير عن الحب حلو يمكن على فالنتاين روح نتعشى يجيب لها ان كادو خبرية لانه مناسبة ما تقطع وانا بحب المناسبات نضل موجودين تما نفوت بهذا الروتين بس مش كون كل حياتي الزوجية واقفة على هذا النهار فوالا مشان هيك انا بفوت بتاني منحة نحن اليوم شو قصص علاقة زوجية ناجحة؟ أول شيء في أهداف ما في يفوت علاقة زوجية ما في هدف بكل شيء بالحياة إذا حطيتي له هدف تنجحي فيه وبتلاقي حالك إن أنت في عندك purpose في عندك معنى للي عم تعمليه اليوم فقدنا المعنى حتى تربية الأولاد صارت رانا إنه مثل واجبات وهي مش واجبات تربية الأولاد لأنه أنا عبالي يكون عندي أولاد وربيهم وكون مبسوطة فيهم اليوم كل هذا التفكير عم بيزيح تلاقي المرأة عم بتقفشت تعبانة عليها خلقة ما بقى عم تتحمل إذا حكوا كلمة الأولاد بتلاقيها بدو شو صار فيها لأنه عم تتاخد بأمور تانية فإذا نحن اليوم هدفنا من هالمريار شو؟ أنا بقول أبسط الأمور كون عايشة مع إنسان بحبه بيحترمني متفاهمة أنا وياه وقادرة حقق ذاته ويحقق ذاته بوجودنا حد بعضنا صح. ولا واحد يلغي التاني ولا واحد يجرب يسيطر على التاني ولا واحد يجرب بعتذر على التعبير يحقر التاني اليوم نحن عم نلاقي بالعلاقات الزوجية أو بتستعمل كلمات بصير أنا أنه مش مقبولة الألفاظ اللي نستعملها مع بعضنا أو طريقة التعامل أو التصرف بتفكر حال المرأة أو الرجل هو هيك عم يثبت حاله مش مزبوط نحن اليوم في عنا هدف في الكوميونيكاسيون وبرجع بعد لك في هذا البهار أنا اليوم شو بيمنعني على قد قدرات المادية وأنا هون كتير بركز على الموضوع وهون يعني نحن بنقول يمكن قناعة هي أكتر طريقة عيش يعني أنا مش ضروري أقتنع وكون مقتنع غصب عني نو أنا بدي يكون عارفة إنه أنا اليوم في ضل طموحة ووصال بس أنا بدي يكون بمحل معين عم بنبسط بكل شغلة عندي إياها يمكن إذا جوزي قدرته ياخدني أشرب نسكافيه وإرجع بس إنه ظهرنا من البيت أعملها وانبسط فيها أكيد مش إنه إيه لوين جايبني ولك جارتي وينية من هون منبلش رنا ومن هون بتصير بس تصلي على فالنتاين بتبطل اكسبكتيشن بدك الرينج الجديد وبدك الديامون اللي حقه مدري قدي بتصيري على القليلة أول شيء مبسوطة باللي عندك وعم بتقدري اللي عندك وبصير الشخص اللي حدك أنت عم بتقدريه وهو عارف قيمتك هو رح ما رح يقبل إلا ما يكون هالمناسبة تكون مهضومة وعم بيجيب لك كادو ويعبر لك عن امتنانه قبل حبه وعن يمكن احترامه قبل الحب إنه أنت موجودة بحياته وأنت أدت فاليو بحياته صحيح. ومبسوطين مع بعض 100% واليوم للأسف ريما كتار من الناس اللي بتشوفهم على السوشيال ميديا يمكن بيحطوا لك الصور يلي نحن بنشوفهم على الدعايات على الرانج الكبير أو حكينا زماء أو حيلا أو تيكت مسافرين عم مدري وين بس هن الفيديو كوبل تبعهم مخربطة كليا ومزعزعة ومطحبشة أوقات لأنه كل الناس بتعرف إنه كل العالم عندها مشكلة عندها طلوع ونزول بس في ناس بتكون كأنه عاملت لها كل شيء بدها اياه يعني لمرته بيعمل لها كل شيء بدها اياه بس هو عنده حياته الثانيه العاطفيه مع حدا ثاني يمكن او يعني للناس بتبين هالصوره الواو بس من جوا الصوره بيكون مش منيحه اكزاكتلي مشان هيك الواحد عن جد لازم يكون مرتاح مع حاله ويذكر حاله انه اليوم مش بس الاشياء الماديه يلي هي مهمه بالحياه المصاري مهمه بالحياه بس مش كل شيء بالحياة ريما خلينا نحكي شوي عن إذا بدك الفيديو كوب يلي ممكن الست
والرجل يحطوا بهار وقرفة وملح وجوز الطيب وبهار أبيض وكل أنواع البهارات عن جد يحلوا هالعلاقة حتى بعد الزواج بفترات. يعني أوقات بنشوف كوبل مثلا عمره 50-60 متناغمين جدا وهذا الحلو. امبارح طلعت لي صورة لكابل عمره شي 80 سنة ماتوا سوا. صحيح شفتيها اكزاكتلي ماتوا سوا ببريطانيا اي ثينك فوالا فوالا انه قد ايه هالشيء حلو. وهي وصراحة هيدا المضبوط. رح اعطيكي اكزامبلات. نحن اليوم اول ما يتجوزوا الكابلز هيك كانوا ان شاء الله يكونوا خفوا هلا بيرخوا كانه وصلوا انه حققنا نحن تجوزنا وقفنا بالفيديو كوب. ويا ما بتسمعي رنا ايه نحن مع الاولاد وكذا وهيدا لا بقول له نفصله في الحياه العائليه وفي الحياه الزوجيه. ممنوع ولا باي طريقه اهمل الحياه الزوجيه. هلا اكيد بس يبلشوا يجوا الاولاد من غير شر ويصير في هموم البيت ايتو بتخف يمكن الوتيره بس ممنوع توقف بدي يرجع وقت بترجع تعلى. صح هيدي انا وقت اقول بنضل حاطين حاطين بهار سو مش انا بس اتجوزت خلاص بصير هو ما بقى بيهتم كثير بيرخيها انكونسيامون يعني بطريقه غير مباشره بحس حاله انه خلص يعني كل الركض يلي كان يركضه ويبعث لها الوردات ويعمل لها الاشياء وكذا كانه بيعتبر انه صارت ملكه. هيدي شوي رنا ما تنسى نحن وقت نفوت بهيدا الزواج اللي عنا اياه يلي كان هلا كمان بطل هالقد صار فيهم يطلقوا بس قبل كان تعرف قد الطلاق صعب كان يعتبر انه خلص هلا انا شو ما اعمل بقي اللي عندي صارت كايند اوف انه ملكي. صح وهيدا التملك هو اضرب شيء واسال شيء بالعلاقه لانه عن جد ما بتعمل افورت. انت بس تشتري السياره بتكون محل صار لنا تجيبيها وان جبتيها بعد شو بتزهقي منها اكيد لو اذا ما بتضلي تغسليها وتهتمي فيها وتغيري فيها تضلي شوي مش تغري تزهقي وخلاص اكزاكتلي هيدا هو الزواج. وتخيل نحن عم نحكي عن زواج بده يدوم 40 سنه مينيموم. انا اليوم مشان هيك بقول في كثير ناس بيقولوا لي ماما ما بتزبط العلاقه مع شخص واحد هالفتره الطويله رح قلك رانا انا كيف بقولهم مزبوط بالضل. نحن اليوم بالاعمار اللي عم نكبر فيها يعني بين العشرين 30 40 50 هيدا الشخص يلي انا عايشه معه بده يضل هو ذاته ما في ماتوريتي صح عم ينضج في نضوج في نضوج فكري في نضوج بالحياه في نضوج حتى بالتعامل وبالفي سكسويال حتى انه هون بصير يقولوا انه شوي بصيروا ينكتوا على الموضوع يلي انا ضده لانه حتى بالفي سكسويال الانسان بيتعرف على البارتنير ومره على مره بصير في نضوج كمان بالعلاقه. سو انا اليوم اذا بتاخديها تيوريك مني مع نفس الشخص لانه هيدا الشخص عم يتطور وانا عم بتطور معه. وين بتصير المشكله اذا شخص تطور والباقي والثاني ضل ورا هو بتصير تحسي في هالديكالاج ومش قادرين بقى يلحقوا بعضهم. مشان هيك اول نصيحه بليز ما تخافوا من التطور اشتغلوا على حالكم تتطوروا بالحياه. بعد اكزامبل كثير بايخ يمكن نحن على 20 كنا نسهر كل ليله بالنايتات والميوزيك العالي يمكن على 40 انا بحب روح اسهر بس مثلا ضل قاعده الميوزيك شوي اروى مش يعني انا هي بطل يسهرني مثلا او هي بطل يضهرني في انا الامور اللي بحبها بالحياه تتحول مش ضل هي ذاتها يمكن ما كنت تحب روح عشواتها بس تحب روح اكثر عشوات سو بعده المبدا بعده الاهتمام بس طريقه التفكير عم تتحول ليه وهذا اللي مزبوط. انا ما في ضل هلا في ناس بيضلوا يسهروا بالصوت العالي لا 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 للاخر بتكون كاركتر معين. سو انا اليوم اول شيء بدي اقبل انه في هذا التطور في هذا النضوج اللي عم بيصير في هذه الكوميونيكاسيون اللي بضل عم شارك الشريك انه انا شو الاشياء بتزعجني شو الاشياء اللي نقدر نحسنها بالعلاقه واكيد بزيد عليها هود الظهرات الصغار هود الامور التت اتات الشخص الكابل يضلوا يعني مش كل الوقت مع اولادهم او مش كل الوقت مع العائله يقدروا يعطوا وقت لحالهم قد ما يكون صغير لالهم ويضلوا يقدروا يناقشوا. اليوم عم نوصل اوقات رانا كابلز بيقعدوا ما في شيء يقولوه صح وهون للاسف بنكون وصلنا لهذا المحل انه ما بقى في انتري بيناتهم. هون بتصيري اقل شخص يمكن يلفت لك نظرك او يلفت لك في تفكيرك اذا لقيتي قادر يحكيك او قادره تحكيه وهيك اللي عم بتصير لانه عم بيعبي فراغات. نحن اليوم ممنوع يصير في فراغات وقادرين نعملها. انا فينا نناقش بحيالة مواضيع في مواضيع انا بحبها او هو بحبها امور مشتركه صح امور العائله امور الاولاد exactly. امور البلد امور سياسيه سبار بلدان ولا 100%. خلينا نقول انه يمكن باول علاقه بين اثنين بيكون في شرقه كبيره صحيح. بتنوس بس بترجع بتشرقت يعني ما صح. بتختفي هالشرقه بتدل اذا نحن اشتغلنا عليها صحيح. صدقوني هون الموضوع اكيد ما انه ريليتد للماده
وللسفرات وللظهرات وللكادويات، بالعكس الحب إذا كان حقيقي وكبير قادر يسعد المرأة صحيح. كل العمر صحيح. والرجل كمان أكيد, أكيد. ريما اليوم كتار من الأشخاص عم يحضرونا يمكن بعمر كان وديزويد بقولوا هول شو عم يحكوا صح كيف تتوجه هلا لهم؟ أوكي هيدا العمر هو عز هيدي الشرقة إذا بدك رنا. اليوم نحن وقت نحكي عن الباسيون, هيدي الباسيون وقت نشوف الشخص وننغرم فيه, هيدا العمر المناسب تعيشوها. اليوم ضروري يعيشوها وما يزعلوا إذا ما كملت هالعلاقة, لأنه هون هيدا العمر للتجربة إذا بدك العاطفية يلي بدها تعلمنا وتعطينا الإكسبرينس. هيدا العمر الأدوليسان, هيدا العمر المناسب للشخص ينغرم ويمكن يزعل كمان إذا العلاقة ما زبطت أو الشخص التاني ما بادله هيدا الحب. هون وقتها وأكيد رح يزعلوا, والشجران دامور ببلش من هون, الزعل العاطفي يعني من هيدا العمر ببلش. بس كوني أكيد رانا هيدا هي الثوابت اللي بتوصلوا بعدين كيف ينقي حتى البارتنير. أنت بتعرف اليوم بتنقي بهيدا العمر هيك اعتباطيا بس لأنه كان في هالباسيون. أنت بتعرف الباسيون بتجي بالأول لأنه إعجاب بالشخص هو الخارجي, نحن بعد ما عرفنا وتعرفنا عليه مشان هيك بالنضوج بعدين. صحيح بالأول بيلفتنا شخص نظرنا خارجيا, بس تيبقى الحب المظبوط مش الباسيون, الباسيون عطول بتروح ما بتضل أبدا, بس يختفي الإعجاب الخارجي أو خلص نتعود على الشخص. اللي بده يبقى هالأمور هو هيدا التفاهم العقلي الروحي إذا بدك من هيدا المنطلق نحكيها. سو نحنا من بعد ما نتعرف على الشخص من نفوت ننغرم فيه من جوا بطريقة تفكيره, بطريقة الأمور اللي بيحب يعيشها, هيك الأشياء اللي بيتفقوا عليها تتكون الحياة هينة. أخذت النهار نحن أنا بقولها للأصحاب حتى بقولهم شو الهدف إذا كان عنا أصحاب متعبيننا صح إنه عرسنا وعيننا إذا عندهم مشاكل نقاف حدهم, بس نحن بمحل معين ما فينا نعيش حياتهم ومشاكلهم إكزاكتلي. نحن بدنا نعوي إن بهالحياة ما نعيش مرتاحين ومبسوطين مع الناس اللي عم نكون معهم صحيح. كيف هالأصحاب كيف إذا الحياة الزوجية فوالا سو الغرام بالأدوليسانس هو هيدا الغرام اللي بده يعلم. مش هيك أنا بقول لهم للأهل تركوهم ينغرموا, فسروا لهم كونوا حدون واعون, بس ما رح يتعلموا إلا من أغلاطهم. صحيح. عطول الأهل عندهم هم ما يغلطوا أولادهم. أنا بقول لهم اقبلوا بالمينيموم, لأنه إذا ما غلطوا تعلموا ما رح وهن ذاتيا ما رح يتعلموا, ما حدا بيتعلم من كيسر تاني. بتقولها على لبنان عطول يتعلم, بس يمكن الأهل بيحبوا يوفروا على أولادهم وجع قلب وجع, بس بتعرفي رنا وجع القلب هو اللي بده يطلعه هيدا الرجال الثابت اللي عم يعرف ينقي بعدين, أو هيدا المرأة الثابتة عم تعرف تنقي. نحن اليوم بحاجة, بس بحاجة للشرح. مشان هيك انا كتير بشجع الاهل يحكوا مع اولادهم عن كل شيء. انت بتعرفي حتى عن الفي سيكشوال وفي كتب صح, في كتب بتبلش من عمر 4 سنين وتتحكي عن عم نقرا فيها نحن ايه فوالا كتير مهمه بتحكي صح. عن كوغ اوما. نحن اليوم بعصر ممنوع ما يكون في توعي للولاد ونتركهم ينطلقوا صحيح, ممنوع سكر عليهم وممنوع مواعيهم, واذا سالوا ما نجاوبهم فوالا نجاوب على قد عمرهم, على قد عمرهم. اذا ما بنعرف نسال حدا تعرف شو بنجاوبهم, لانه قلت لك هيدي فيها شغله كثير ثقيله اذا جاوبناهم اقل ما بيعرفوا. نحن اليوم بقرن ال21 اولادنا بيعرفوا اكثر منا صح. يعني عمر وقتنا نحن كنا نعرف اكثر من اهلنا رانا, بس على قد قديش كان سمح لنا الوضع. تخيل اليوم قد ايامنا على 20 التقدم اكثر, اكثر من 20 20% اكثر التقدم صار وعم يعرفوا. سو بدنا نشرح لهم, بدنا نعرف في طريقة انه نعرف شو بيعرف قبل ما اشرح له. صحيح. اذا شرحت له اقل ما بقى يصدقني, اذا شرحت له اكتر بصدمه اكزاكتلي فتحت له عيني. سو بليز كل مرة اعملوا هالكوميونيكيشن, اسألون خلون ينغرموا, اشرحوا لهم واكبون, حسسون انتو سند لقلون ورفقة ورفقة. بس اكيد نفس الوقت انتو اهل يعني بتكون تكونوا صارمين بمحلة معينة, بس بنفس الوقت مش انه خربت الدنيا. اوكي من هون في هيدا الشخص ينطلق بصحة نفسية غرامية يعني في افكتيف سان سليمة سليمة 100%. واهم شيء نعرف انه الحب الحقيقي والثابت هو اللي بدوم لكل العمر. صحيح. وهيدا اهم شيء
عن جد إن كان حب الكابل لبعضهم أو الزوجين أو الأم للولاد أو البي للعائلة وإلى ما هنالك، الحب عديد الأوجه، بس المهم أن يكون حقيقي وثابت تيغير بحياة الناس يلي بحياتنا. دكتور ريما، في شيء بعدنا نضيفه على هالموضوع؟ في شغلة بدي أقولها، الإكزامبل اللي عطيتي رنا عن الكابلز اللي ماتوا مع بعضهم بهن وكبار، أنا هيدا العطول بقوله لكل كابل، بقول لهم بس تجوزوا حطوا هدف على الخمسين شو بدكم. ليه؟ قول أنا مبدئيا على الخمسين بيكون أولادنا تقريبا كبروا صاروا بالجامعات، بطلوا قبل بدهم بحاجة لقلنا، قادرين نرجع نحنا نلتفت لحياتنا الزوجية أكتر، نحن ما رح توقف. أنا بقول لهم تخيلوا حالكم على الخمسين أنت وجوزك شو عم تعملوا، حضروا بلان، لأنه هيدا هو الهدف عم بحكي عنه رنا. نحنا اليوم تجوزنا، المسؤوليات أخدتنا، ربينا أولادنا، فوتناهم على المدارس، ساعدناهم، فاتوا على الجامعات. طب أنا شو هدفي بالحياة؟ في ناس بيعملوا ديبريسيون، بحسوا حياتهم فضيت. exactly. لا، حطوا هدف، بدنا نرجع نسافر سوا، ما بعرف، نعمل مشاريع، نعمل يمكن شغل سوا، I don't know، بروجي جديد. حطوا بليز هدف لبعد الخمسين، لبعد الستين، إنه نحنا كيف بدنا نكمل. وأنا على طول بس عندي ناس هكذا بقول لهم بدكم تعيشوا على القليلة 40 سنة 50 سنة، بليز خلينا يكونوا حلوين. ناس ما بتنتبه لهم انه جوزنا ويلا بصير ايام اخذتهم، ولا ممنوع. بدنا نحط هدف، بدنا نعرف حالنا وين رايحين، شو بدنا، وهون باكد لهم انه رح يعيشوا حياه مبسوطه، مبسوطين فيها مع مشاكلها، لانه نحن الحياه فيها مشاكل، سو مع مشاكلها قدرين نكون مبسوطين. حلو، يعطيك الف عافيه. ثانك يو، ميرسي كثير على كل هالمعلومات. هلا على فالنتين مناسبه انه تروحوا تحطوا البلانز لل 50. اكزاكتلي، حلوه الفكره 100%. واهم شيء الناس اللي عم تتزوج تفكر وتقتنع وتقرر انه هيدا هو اللي بدي خطير معه، صحيح، هيدا هو اللي بدي شيب معه. exactly. هيدا هو اللي بجيب اولاد منه بيشبهوه وبيشبهوني، وهيدا هو اللي بدي موت معه. انا هيك بفكر. صحيح. وعن جد مش غلط انه الكابل اليوم يعني بيظل هالشو اوف، بظل هالعلاقات يلي عم نشوفها فارغة، عم نشوف علاقات عم تروح على طلاق، عم نشوف زوجات عم تفشل عند اي طب صغيره. صحيح. بقى بيسوى انه يكون بعد في كوب بيامن بالحب وبيعيش الحب للاخير. وهيدا المهم. اكزاكتلي. كلمه اخيره، هابي فالنتاينز داي للكل. الدب الاحمر مش معقول شو الدب الاحمر عن جد، وما بعرف ليه دخلك، ايه ما بعرف، يمكن لانه هيك الفارو تبعوله مهضوم وخرج الغمر وهيك هو خرج يكون للجورني دو كلام. بتعرفي في جورني بفرنسا قطعت من هيدا للكلام، هونيك لازم يكون الدب الاحمر، مش هون، مش عنا فولا. بس انبسطوا وتسلوا وهدوا كل الناس اللي بتحبوهم، بس اهم شيء تهدون قلبكم لانه هيدا الاساس. صح. شكرا لك ريما بجاني، هيدي كانت حلقتنا اليوم. مشاهدينا بكره حلقه جديده. مرسي لهاريز بلو، فولا بيوتي لانش، سوزي عقيقه، وكاميليا رزق. ما تنسوا تعملوا لنا فولو على تلفزيون الصدى على انستغرام تشوفوا كل ستوريز كل ضيوفنا. الى اللقاء بكره بحلقه جديده.